عفوا مراد بك، بس بعدي خلصيني، روحي شوفي شغلك. يلا مراد، نبه على هالبنات الغبيات بقى، كل مره ما بيخلوني فوت. رفيف، ما بعرف اذا منتبهه، بس انتي هون بمكان شغلي. شوفي، وانت ليش مزعوج مني؟ رفيف، شو بدك؟ شو جابك؟ ليكي ما عندي وقت، بعد شوي عندي اجتماع مهم. جان. شو بو جان؟ على اساس رجع لي، وكنا رايحين لعند المحامي مشان نعمل له وكاله ليسحب الدعوه. ايه، فجاه اختفى وما عاد بين. ما فهمت، شو يعني اختفى فجاه؟ ما لقيته، بس نزلت لتحت بدق له ما بيرد على تليفوناتي. ليك انا متاكده انه هو عند فتون هلا، منشان هيك هو ما عم بيرد علي. مراد اسمعني، صار وقت انه ترجع تفوت على اللعبه. خلصنا من دور العاشق الحزين، اصحى على حالك، بكفي حاجه تتفرج علي من بعيد لبعيد. انت لازم ترجع تقرب من فتون باي طريقه لتساعدني. ما عم بيرد بنوب، وعم بيفصل بوشي كمان لانه عند فتون خانه. انا بدي روح مراد، وانت كمان لازم تتحرك، لانه انا ما عاد يطلع معي اكثر من هيك. جميل بيك، بتتذكر معرض الرسم اللي نحن تكفلنا برعايته؟ ايه، اللي بنيشان تاشي، الممثلة عن حضرتك واللي حتروح لهنيك هي فتون. يعني بتحكي مع الفنان وبتكتب اللي بيقوله. لا لا، أنا رح خبرها بنفسي، فهمت علي ما هيك؟ طيب، شكرا لك. لأنك ما عم تسمحي لي إني شوفك، ما تركتي قدامي حل تاني يا فتون. افتحي شوفي إيميلاتك. يي، أنا كيف ما شفت هذا الإيميل؟ فتون خانم، أهلا وسهلا بك في مجلتنا. أنا مديرة نشر المجلة دينيز، يرجى منك إرسال كافة المقالات لهذا العنوان بعد الآن. لازم أبعت الجواب، عيب مو حلوة. مرحبا دينيز، إلا أنسة ولا مدى؟ إيه لا، خانم أحسن شيء. دينيز خانم، أشكرك جزيل الشكر على ترحيبك اللطيف بي. من الآن فصاعدا سأقوم بإرسال كافة المقالات إلى بريد حضرتك الإلكتروني. دينيس خانم، فتون خانم، اليوم مساء هناك افتتاح لمعرض، ونطلب منك حضور هذا المعرض اليوم لكي تمثلي مجلتنا وتقومي بكتابة لمحة عن المعرض، ما رأيك؟ موافقة دينيز خانم، سآتي بكل سرور. والمعلومات عن عنوان المعرض وتوقيته ستجدينه في الملحق.
ما لقيته غير اليوم يعني؟ أصلاً إذا مو كل شيء إجا مع بعضه أكيد رح أستغرب. وأنا كيف بدي أكتب لهم هالمقالة هلأ؟ وكيف بدي ركز بشغلي وأنا عم فكر بسمو؟ المهم فتون، ما صفي عندك غير هالشغلة، لازم تحافظي عليها. مرة واحدة وصلي على الوقت فتون. ها لقيته. تفضل. شكرا لك، يعطيك العافية. اهلا وسهلا. مرحبا. بالاذن اعطيني الجاكيت عندك. ايه طبعا مراد بك. انا حبيت هذيك اللغة، وحلفت نظرك هذيك اللي بيتداول مثل هي تماما، بس الالوان مختلفة. تفضلي. صحة وهنا يا خانم. يلا يا فتون، بس أنا عن جد ما بفهم شي بهالمجال. لك شو؟ لك مو شايف قدامك؟ مراد؟ أهلين فتون. لو سمحتوا ممكن نمسح الأرض ومحارم للأستاذة كمان. لا لا ما في داعي شكرا، مو مشكلة. خير شو عم تعملي هون؟ بلشت بشغل جديد وعم بكتب لمجلة ثقافية. مجلة؟ ما كنت بعرف. مبروك. شكرا. ورح أكتب وجهة نظري عن هذا المعرض للمجلة. طيب ماشي، الله يوفقك. شكرا. هات شو له شغل بهالمعرض؟ والله ماني فهمانة شي، شو بدي اكتب يعني؟ عفوا فتون دينج. تفضلي. مرحبا. اذا بتحبي فيني عارفك على راعي هالمعرض ويلي ورا وجودنا هون، يمكن بتحبي تكتبي عنه بمقالك. معقولة ما بدي؟ بصراحة صار لي من وقت ما وصلت عم بطلع على اللوحات من دون ما افهم اي شي. طيب تفضلي معي اذا بتريدي. اي اكيد طبعاً طبعاً. بقدم لكم فتون دينج، حضرتها متواجدة هون مشان مقال للمجلة. بعرفك على الأستاذ إحسان دمير الرسام المعرفة. شرفت بمعرفتك. وأنا بالأكثر، طار عقلي بلوحات حضرتك ولهلأ ما رجع لمكانه. ومراد سويكن ممول المعرض تبعنا. ممول المعرض تبعكم؟ ماشي. مراد سويكن طبعاً غني عن التعريف، بعرفه منيح. معناها إذا هيك أنا رح أروح أهتم بباقي الضيوف. بالإذن منكم. حضرتك بلشي مع إحسان بيك إذا بتحبي، ونحن منكمل بعدين. ماشي فتون؟ مراد أنت أكيد ما عم تفكر أنه رح أعمل مقابلة معك، ما؟ الحقيقة مجبورة أنه تعملي، لأنه أصحاب التسويق لمجلتكم والرقم واحد هن نحن. يعني إذا ما عملتي معي هاللقاء ممكن توقعي بمشكلة مع مديرك، وطبعاً أنت أدرى شو بيصير. ماشي، معناتها رح نحكي ضمن نطاق الشغل. ماشي، حكون بانتظارك فتون. إحسان بيك، ممكن نبلش؟ ايه طبعاً فينا نبلش، تفضلي. استاذ إحسان، قديش رقم هالمعرض؟ هذا المعرض الخامس إلي باسطنبول. اها، ما شاء الله ما شاء الله. وكلهم مثل هاد؟ ماشي، شكراً كتير إلك أستاذ. أنا يلي بتشكرك، كانت مقابلة عجيبة بصراحة. إيه ماشي. وهلأ سألته كل الأسئلة؟ إيه سألته ياهون. تمام، ممتاز.
وهلا مضطرة أخذ معلومات من حضرتك. تفضل. أي أهلين، كيف فيني ساعدك؟ أنا عم بسمعك. فتون، شو هالمقابلة؟ يعني اللي بعرفه أنه لازم تسأليني مشان جاوبك، هيك بينعمل بالعادة. يعني مصمم أنك تعذبني؟ ماشي. لا مو مشكلة، إذا ما بدك بمشي. لا طبعا بدي مراد، لا تروح. يعني بالنهاية أنا عم بشتغل شغلي. طيب هلأ هذا أول مشروع بتمولوه بهالمجال؟ نحنا كشركة بالأصل بندعم كل شيء حلو وفني ومميز، بس أنا كشخص بقصد بحياتي بعد خسارة جمال من نوع مميز. مراد لا تبلش. فتون، أنا بشو بلشت؟ لك أنا مشتاق لك كتير لدرجة إني مو قدران أمنع حالي، مو قدران قيم عيني عنك. شو هذا اللي عم تعمله هلأ؟ التقينا هون بالصدفة وأنا عم حاول أشتغل شغلي، مو أكتر من هيك. طيب ماشي، معك حق، آسف. يلا خلينا نكمل. عم تفكروا إنكم تمولوا مشاريع فنية تانية بالمستقبل؟ أنا عم فكر فيكي وبس. المقابلة السخيفة انتهت. فتون، غريبة، كأنه ما أنا بالبيت. يا فتون، وينك فتون؟ يا الله، وين بدها تكون راحت بهالوقت؟ فتون، يلا اركبي خليني وصلك. لا ما بدي اركب. لك فتون، بهالوقت هاد ما رح يمرق تاكسي، انت بطريق فرعي. يلا لا تعندي، تعي خليني وصلك. قلت لك ما بدي اركب، روح من هون. فتون، يلا لا تعندي، تعي خليني وصلك. فتون، يعني نحن ما رح نقدر نرجع أصدقاء؟ ما رح أقدر ساعدك ولا بأي شيء؟ ليكي، أنت بتعرفي إنه ما عم تتصرفي صح. نحن ما لازم نكون أعداء فتون. يلا تعي خليني وصلك، كبري عقلك. يلا امشي. حطي حزامك. بس ثانية. ألو أهلين جدي، بكرة الصبح؟ ماشي بشوفك. خبر مو منيح؟ هذا التافه شو عم يعمل هون بهالوقت؟ ليش ماله عند مرته؟ وأنا شو بيعرفني مراد؟ إذا بدك روح اسأله. طيب أنا رح روح اسأله معناتها. لا أوقف، أصلاً أنت شو دخلك؟ أنت شو عم تعمل هون بهالوقت المتأخر؟ فهميني أنت شو عم بتساوي مع هالزلمة فتون؟ شغل جان، كنت راجع من الشغل. راجع من الشغل؟ وكمان بهالوقت؟ هذا التافه شو له علاقة بشغلك بالله؟ انت مالك مضطرة تبرري له. انت لا تتدخل.
وانت رجع لعند مرتك. خلصنا بقى، هلكتوني انتو الاثنين. عن جد انا ما عاد فيني اتحملكن. خلص اطلعوا من حياتي بقى. جان، ممكن لحظة إذا بتريد؟ اتصل جدك، بكرة سوزان رح تسافر مع سمو، تعال لهون الصبح نطلع سوا، والليلة ارجع لعند رفيف لأنه ما لازم تشك بأي شيء عم نخطط له، ماشي؟ تصبح على خير. ماشي، تصبح على خير. أنا شغلي لفوق رأسي والحية الصفرة بدها تجاكرني. ما كان ناقصني غير رفيف. لك ما كان ناقصني غيرك أنت ومجاكرتك. لك أنا نسيت أبعت لها الإيميل لدينيس خانم. ايه عفوا، بدي اسألك شو كلمة السر تبع الانترنت؟ كوفي 2012. ايه شكرا لك. مرحبا دينيس خانم، لا تأخذيني ما قدرت رد عليكي فورا. عندي مشكلة بالنت بالبيت وعم بشتغل برا، رح ابعت لك المقال بأسرع وقت. احترامي لك، شكرا. فوتون خانم، دفتر حضرتك ضل بالمعرض مبارح المساء. إذا كتبتي لي عنوانك الحالي ببعت لك يا عن طريق البريد. وشكرا، عم بستنى الرد منك. دفتر حضرتك ضل بالمعرض مبارح. ييف، والله تبهدلت. لك رح يقولوا إنه دفتره ما نعرفان تدير بال علي. بعتي لي عنوانك. عفوا، سؤال إذا سمحت، بدهم يبعثوا لي شغلة لهون، شو العنوان الكامل إذا بتريد؟ شارع كروبيريك رقم 47. طيب شكرا كتير. عفوا يا خانم. بدي اياكي تجي لعندي لو سمحتي. تفضل مراد بيك. بعتي لي الدفتر على هذا العنوان فورا. حاضر استاذ. والغي لي اجتماعاتي اليوم، طلع عندي موضوع مهم كتير. ماشي، هلا بلغيهم كلهم، ما تاكل هم، عن اذنك. عفوا، تفضل. ممكن تدلني على فتون دينج؟ ليك. فتون خانم، وصلت فورا. تفضلي وقعيني هون. شكرا لك، يعطيك العافية. العفو. شكرا. بس أنا ما حكيت غير مع صاحب المعرض ومراد ما أخذت منه شيء. شو بدي أكتب لك؟ أنا ما بفهم بقصص التمويل. اف
فيني أقعد يا ترى؟ وشو المناسبة؟ مراد؟ صدف بهالفترة عم يجيبوني لعندك كل شوي والتانية، يمكن هي عبارة عن إشارة. أنت شو عم تساوي هون؟ كنت عم فكر فيك مراد بهاللحظة. يعني كنت بدي أكتب المقال عن المعرض وتذكرت أنه أنا وياك ما قدرنا نحكي شي، لهيك خطرت ببالي. انسى، أنت شو جابك على هالكفة؟ أنا كان عندي اجتماع قريب من هون، ما قلتي لي فيني أقعد؟ بصراحة كنت عم بشتغل، بس مو مشكلة. عم تشتغلي على مقال المجلة؟ ايه بالضبط. مراد، نحنا ما صحلنا نحكي بخصوص تمويلك للمعرض، وبما انه التقينا هون بالصدفة، شو رأيك تحكي لي عن هذا المشروع؟ طبعا، انتي امريني بس. خلينا نبلش. ألو؟ وينك فتون؟ أنا اشتقت لك وحابب شوفك. أنا ماني بالبيت جان، طلعت لبرا لأنه عندي شغل. بصراحة رفيف ما تركتني اشتغل براحتي. لحالي. رفيف لساتة هنيك؟ ماشي ماشي، بس خلص رح أرجع فورا. مع السلامة. رفيف مع جان هلأ؟ الموضوع مو هيك أبدا، يعني رفيف قاعدة عندي بالبيت. انسى مراد، خلينا نركز على شغلنا وبس. طيب شو مخططاتك؟ وشو المشاريع الجاية لشركتكم؟ فيك تحكي لي شوي؟ مراد شو عم تساوي؟ شو هالتصرفات هاي؟ أنا فتون ما عم بقدر بدونك، عم تفهميني؟ لأول مرة بحياتي بيصير معي هيك شي. قلبي عم يوجعني. على الأقل لما ما بقدر شوفك بقدر اتطلع بصورك، عم تفهمي علي؟ مراد فتون، بترجاكي لا تبعدي عني هيك، بدياكي تعطينا فرصة. مراد انت وانا، قصدي نحن الاثنين، الاحسن ما نلتقي ولا عاد نشوف بعضنا. أنا هلأ مع فتون، إذا بتحبي قولي لجان. جان؟ نعم. أنت كنت بتعرف إنه مراد وفتون مع بعض هلأ؟ أنت من وين جبتي هذا الحكي؟ تفضل، شوف. وينك فتون؟ أنا اشتقت لك وحابب شوفك. أنا ماني بالبيت جان، طلعت لبرا لأنه عندي شغل. بصراحة رفيف ما تركتني اشتغل براحتي. لحالي. رفيف لساتة هنيك؟ ماشي ماشي، بس خلص رح أرجع فورا. شو هي؟ جاوبي لشوف. أنا كمان ما فهمت شي، مراد بعت لي إياها. على شو ناوي هذا الواطي فتون؟ قالت لي إني عم تشتغل برا مو معه. شو بيعرفني؟ شكله إن التقوا وقعدوا مع بعض. أنا بعرف منيح إنه أنت وياه عم ترسموا لمخطط وسخ، حلوا عنا وتركونا نرتاح. شبك؟ بقى جان. لا خلص بكفي، ليش حلي عني تركيني. روح اسأل فتون تبعك. أنا مليت منكن أنتو الاثنين، مليت وطاقت روحي منكن. هاي وصلت، اسألها للخانم. هاتي لشوف. شوفي شو هاي فتون؟ فهميني شو هاي الصورة؟ جان اسمعني، رح اشرح لك. فتون انت شو كنتي عم تعملي مع مراد؟ شغل. انت شو كنتي عم تعملي مع مراد؟ جاوبيني. جان مو مثل ما انا كنت مفكر. فتون انا ما قلت لك لا عاد تشوفي لهداك الواطي مرة تانية، ها؟
لك هذا الواطي فوق بعت لي صورة لألك، شو ناوية تجننيني أنت وياه؟ لك جان، أنا ما كنت موعدة مراد، شفته بالصدفة، ممكن تسمعني مثل ما شفتوا بعضكم بالصدفة آخر مرة فتون؟ ها؟ جان شو قصدك تقول؟ فهمني بعدين بشوفك ونحكي بالقصة. طلعوا من حياتي، تعبت، طلعوا من حياتي، من بيتي ومن شغلي، لك طلعوا من كل مكان بقى. هذا مانو بيتي. لا، ما عم صدق عيوني. لك حتى هي نزعتها؟ الله لا يسامحك. كل شي بلش بهالبيت، ولازم ينتهي بهالبيت كمان. لك فتون، انت شو كنتي عم بتساوي مع هذا الواطي؟ شو كنتي عم تعملي مع هذا الحقير؟ التقيت فيه بالصدفة جان، التقيت فيه بالمكان اللي رايحة اشتغل فيه، عم تفهم؟ لك شبني، بعرف انه فتون ما لازم، هداك الواطي اللي عم بيراقبها كل الوقت، عم بيطلع لها بكل مكان، ما عم بيتركها بحالها. رفيف، أنا بالحمام عم بعمل دوش، ما فيني أطلع. جان حبيبي وروحي وعمري، ما قدرت قلك ولا كلمة من هدول مثل ما بدي أنا، ولا حتى ضميتك مثل ما بدي، وما قدرت شوفك مثل ما بدي، دائما بالسرقة وخايفة على طول. صح حبينا بعض، بس المشاكل لحقتنا وكانت أقوى من حبنا بكتير. بدي إياك تعرف إنه أنا لآخر عمري رح ضل حبك، وطول ما أنا عايشة من المستحيل إني حب حدا مثل ما حبيتك أنت. بس هلأ انتهى كل شي، بيتي، سمعه، وانت، كل شي ضاع وراح من ايدي. حبيتك من قلبي، لا تنسى هذا الحكي. باي جان، رح ضل حبك لاخر نفس. Kaç iklimden geçti
Şimdi sensiz doğan her yeni gün anılarla ağlayıp güldüm aldım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.